اشرب كاس ورا كام كاس جد وصراحة يحكي بالراحة يحكي بالاخلاق براحته يشكي ولما يحكي بشجاعة وينفاق براحته يتكلم ولا يسكت ويظبط الاداء مساء الفل والجمال على كل المشاهدين. حلقة جديدة ويا سلام. ضيفتي النهاردة فنانة شاملة متألقة دايما من الناس اللي بحبهم وبموت فيهم. ضيفتي النهاردة الفنانة لوسي. منورانا يا لولو. منورة يا سلام. يا سلام سلم. يا سلام سلم يا سلام. تفضلي أول مشروب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خلينا من ايه اهلي اليمين. اليمين اهو. نفاق. لو اتطلب منك تنافقي احد الاعلاميين اللي هم بيطلعوا في التلفزيون بقى وهيقعد بعد كده يعمل لك برامج ويعمل لك حاجات وبتاع، تنافقيه بقى تقولي له ايه؟ احلى برنامج على شاشات التلفزيون المصريه والاوروبيه. هو ما بيذاعش في اوروبا خالص خالص، بس انت شايفه بس كده. الجهل نور برضه. أيوه. مش ممكن. ايه ده يا راجل، الحلقه بتاعت اول امبارح، يا خراب ابيض. انترناشونال. ايه ده، دولي. ايوه انترناشونال. يا ساء، ولا كان شعرك بقى؟ بس بيني وبينك الكوافير بتاعك ما كانش ظابط الحته دي كده. الصلعه من هنا، قصدي الشعر الخفيف من هنا كان لا، انا يعني لازم تجيب كوافير على مستوى، ادفع له شويه. بس ما اقولكش، فهيقول لي بس يا لوسي انا ما كانش عندي حلقه اول امبارح. الله، امال مين؟ امال كنت بتفرج على ايه؟ تقصدي الاسبوع اللي هي الاسبوع اللي فات؟ الاسبوع اللي فات يا راجل. معلش انا زهايمر بقى، بس انا مش هعرف اعمل كده على فكره. لا مش مطلوب نعمل كده، احنا بنعمل كده عشان نهزر بس. مو انا طوبه مش امشير. بتدج على طول؟ ما بجرحش و و و وصريحه، عشان انا بحبك وانت عارفني كويس يا ايهاب، يعني من سنين يعني من سنين انت طالع على ايديا، يعني من وانت في المعهد واقول لك لا ده حلو لا ده مش حلو، بلاش العربتين دول، لا قول كذا. اللي بيحب حد دايما بينصحه بالصح، مش هينافقه. اكيد بس. اكيد اكيد يا عمر. طيب لو طلبنا منك، ايوه، وده المعدين البيخين هم اللي بيقولوا كده، انك تنافقي جوزك. وانا دلوقتي شارب البتاع ده. خسيت يا سلطان، نزلت لك كده. كده جسمك حلو، مش البدل اللي انت مطرطر الدولاب بيها كده مليانه في الدولاب ما بتلبسهاش كده، هتقدر تلبسها. طيب لو هتنفقلنا بقى حد انت بتكرهيه. صدق ان انا ما بكرهش حد. بكره ايه بقى؟ نتنياهو. افتكرته. نتنياهو. نفق النتن بقى، هقول له بقى ريحتك حلوه يا نتن ياهو. نتن ياهو. يا نتن ياهو. ياهو. شفت بقى؟ لا لو هتنفخي ابنك؟ لا ابدا مستحيل. ده مفيش. لا. طيب هتفضلي المرايه بتاعته ازاي، ولا تقولي له ايه؟ لو شايفه ان في حاجه عايزه تتصلح ما احنا كده مش هعرف اشرب بقيه الحاجات، لان احنا في بيتنا وفي حياتنا وفي تصرفاتنا، وبجد لا عندنا حلفانات كتير بسبب ومن غير سبب، ولا بنعمل حاجة نقول ما عملناهاش، ولا بنوعد بحاجة وما نعملهاش لأي ظروف. إن كيس أنا يعني قلت مثلا أنا هجيب لك الميكروفون ده، ظروفي ما سمحتش، أو ظروف شغلنا ما تزبطتش، أو المواعيد أنا متأسفة فتحي ما قدرتش أنزل النهاردة، بس كمان يومين هنزل عشان ما بروميس، يعني بروميس خلاص. مفيش كلام، مفيش، ما عندناش. راخر الحمد لله، وده من فضل ربنا.
بيتنا مستقر الحمد لله. الحمد لله ما شاء الله. امشي سليم يحتار عدوك فيك، مش حال بقى اهل بيتك يعني. لازم تبقى دغري جدا معاهم، وخصوصا لما تكون بتحبهم. لسه بقول لك لما تكون بتحب حد كون واضح وصريح معاه. اكيد. قول له انت غلطت، روح اعتذر للبنت علشان انت هزرت معاها بطريقه صبياني، يعني عشان في فرق بين الهزار البنات مع بعض والولاد مع بعض. فهي بنت وانت ولد. لو هزرت بطريقه، لان هو احنا عندنا في البيت حتى الاستاف ناشفه شويه اللي بيساعدوني فهم من اهل البيت، فهو عارف كده كويس. فممكن يهزر اقول له لا وجعتها روح اعتذر، مامي ما اقصدش، اقول له لا معلش، علشان هي تحس ان انت ما تقصدش. طيب لو هتنفخي بقى مطرب مشهور على اغنيه وحشه قوي عملها، انت بتحطني في مواقف بايخه جدا على فكره. طب بلاش اي حد يعني، انا هاتيها فيا انا المره دي. لا ما اقدرش. انت مطرب صوتك مميز وليك قماشه لوحدك، انت فاهم اللغه اللي انا، وناس كتير فاهمه اللغه دي. قماشتك يعني لما تقول نقول ايهاب، زي فريد الاطرش، زي عبد الحليم، زي محمد قنديل، زي محرم فؤاد، زي محمد العزبي، زي ناس كتير قوي. على فكره الشهاده دي انا يعني حاطه بتسجيلها لوحدها كده، احتفظ بيها كده لان دي حاجه كبيره قوي بجد. ام كلثوم صوت منفرد، معجزه الغناء وليس الطرب. شاديه معجزه، اللي بتاخد المعجزه دي دلوقتي شيرين، هي معجزه الغناء والطرب. مفيش، مع اني ممكن اغضب من شيرين في برنامج قالت كلمه ما عجبتنيش بتاع وعاتبها، انما ما بيصحش الا صحيح. يلا نشرب مشروب تاني بقى. اي حاجه اللي تختاري. خلينا بالترتيب. شجاعة. جاهزة بالشجاعة؟ إن شاء الله. تمام؟ مين أفضل راقصة في مصر من وجهة نظرك؟ أفضل راقصة؟ أكذب لو قلت لك مش أنا. طب ومن فترة؟ لا طبعًا، في فيفي عبده، في سهر زكي، في واحدة دلوقتي اسمها دندش، رقصة شرقي بلدي يعني. طبعا بقى الأساتذة بقى، سامية جمال وتحية كاريوكا ونعيم عاكف ونعمة مختار وزينة علوي، نجوى فؤاد طبعا، أستاذة نجوى فؤاد. لا طبعا دي، لا أصل نجوى فؤاد هي بتصنف نفسها، وده تصنيف حقيقي، مش رقصة شرقي، رقصة استعراضية. أنا بتكلم على الراقصة الشرقية. في كمان نبوية مصطفى. طبعا نبوية مصطفى دي كانت ما شاء الله كده ما فيهاش عظمة. ويا نجاف بقول عاملة اللفة دي كده، اللفة الباور ستيرنج. لا لا لا، في ناس، في كيتي، لا في كتير، في كتير، في كتير. الفنانات الاستعراضيات يعني عندهم مشاكل في الحياة بسبب الشغل مع العيلة، مع الأسرة، مع الأبناء، مع حاجة زي كده؟ لو إحنا ثقافتنا تربينا على السيمفونيات وعلى الشرقيات وعلى الـ 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 الشعبيات، هتبقى دي ثقافتنا. دي رقصة بلي، دي رقصة فنون شعبية، دي رقصة استعراض، دي رقصة شرقية. أوكي؟ لو إحنا تربينا على إنه ده فن متكامل. انما احنا طلعنا لقينا السينما المصريه بتقدم الرقاصه بشكل وحش، ممكن تبقى فينا واحده مش كويسه، انما مش معناه ان كلنا مش كويسين. يعني اكم اطباء ومحاميين ومحاميات وفنانين مش لازم يمتهنوا الرقص الشرقي، وسلوكهم بيجرح الاخرين بس، انما هي الثقافة. ازاي تتغير النظره دي يا فندم؟ ازاي نغير النظره دي بتاعتنا؟ والله هي ابتدت شويه شويه. يعني الاول عشان حد يشتم حد، خد يا واد يا ابن الرقاصه، كانت شتيمه، بيعتبرها شتيمه. انت ليه بتقول له كده؟ ما هم بتهز، يعني هي بتهز، تبقى حاجه مش كويسه. برضه ما تنساش احنا اتربينا على سي السيد والست امينه، وما تخرجيش وما تبصيش، واللي حررت المراه خدت وقت على بال ما ابتدينا نحرر فكرنا
وابتدت المرأة تبقى متعلمة، مش لازم تبقى في البرلمان ولا تبقى طبيبة ولا محامية، مجرد العلام وده في رأيي للست المصرية والفلاحة بالذات هيخلينا نتحاشى بلاوي الدنيا والآخرة. هنتنقل نقلة كبيرة يعني، ما تيجي مكتوب لبنتها ولا ابنها دواء هتبقى عارفة ده expired، يعني خلاص مدته راحت، صلاحيته ماشية، لا ده بتاع مغص، لا طب ما ديله بتاع القيء، على الأقل هتبقى عارفة البدائيات بتاعت أهم حاجة. يعني نشرب مشروب تاني. احنا ده كان ايه، الشجاعة؟ اهو مفيش شجاعة خالص في اللي انا قلت، انا قلت حقيقة مش اكتر. هي شجاعة برضو انك تقولي الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب. مين الشخص اللي بتبقي عارفة انه بيكذب عليكي ومبسوطة جدا ومستمتعة جدا وحابة جدا الكذب بتاعه عليكي؟ مثلا مكواجي. ايه؟ ايش معنى المكواجي؟ ما هو اصله كذب باين. سواء. الله عنا دلوقتي. كده سامع؟ مثلا حد من اللي راحوا اجازه و يعني في واحده ممكن تولع بيتها. الو اهي يا مدام، البيت اتحرق كله والشقه كلها ولعت والبيت وديتها المستشفى، والله العظيم. لا اوكي خلاص. اوكي يا منى. كده يعني، وتلجا لي تاني وخلاص وتسامحي. وبعدين تقر بقى بالحقيقه، اقول لها انا عارفه ان انت كنت كذابه. كنت كذابه. طيب لو كان بتكلمي جوزك في التليفون وانت شايفاه، كلمتيه في التليفون وقال لك انا في اجتماع شغل مهم جدا، شايفاه قاعد مع واحده من غير حلفان، مش هصدق عينيا. لان سلطان الكاشف عمره ما كذب. طيب واذا كان في الهزار؟ في الهزار هطنش عشان ما اكسفوش. طيب انا لا اكذب ولكني اتجمل. انا لا اكذب ولا اتجمل. شايفه الجمله دي في بعض يعني عند بعض الناس بتبقى منجيه ليهم من مواقف ممكن يعيشوها في حياتهم تضايقهم، او حاجات في حياتهم بيحاولوا يداروها زي شغله معينه ما يحبش يبين للناس انه بيشتغلها. تقول لي سنك كام؟ 18. لا اصل انا عملت مستخرج رسمي وانا عملت كذا وانا عملت كده يعني. طيب وغير الستات في موضوع السن، احلى حاجه بيعلموها لابني في المدرسه وانا اتعلمتها منه، لما تلاقي واحده مش حلوه شكلا وجسما وسالتك قول لها انت عندك حاجات احلى من وشك وجسمك بكتير قوي، ثقافتك، لبقتك، طريقه مقابلتك للناس، معاملتك مع الناس. فده شيء فعلا في ستات بتبقى وحشه، انما الحاجات دي فيها حاجات تانية بتعوض بتبقى وفي واحدة زي القمر مجرد ما تفتح بقها عايز تضربها 30 بوكس. طب إذا كانت الوحشة دي مصرة إنك أنت تقولي لها رأيك في شكلها تعملي فيها إيه؟ هقولها أنت زي القمر وخلاص. ما هي مصرة تعرف إنها وحشة، طب هعمل إيه يعني؟ خلاص إحنا عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. نشرب مشروب تاني. إحنا في الأسفريكا، احنا وصلنا لغايه الاسود، نروح دلوقتي للشفاف بقى. في حاجه فاتحه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكره يا جماعه ده مانجا كوكتيل، ده حاجه ساقعه من اللي بتعمل الغازات، واعتقد ان ده كده صراحه. بتفضلي يتقال عليكي فنانة استعراضية ولا ممثلة ولا راقصة شرقية ولا اي واحده فيهم؟ الفن كل لا يتجزأ. كوني ان ربنا مديني شويه صوت بعرف ادي بيه، انا لا مغنيه ولا مطربه. انا بعرف ادي النوته صح، ببقى ملتزمه باللحن، حاجات كده. ربنا مديني موهبه اني انا اقتنع باللي انا همثله فانت تصدقه. فانا بقول الفن كل لا يتجزأ، هو كل لا يتجزأ. فانا فنانه رسامه بقى، بعرف اقص واخيط، بعرف ما كل ده فن. لو ترشحتي المنصب نقيب الموسيقيين وكسبتي، مصطفى كامل هيزعل مني؟ لا لا، مع الاعتذار يعني، خلاص يعني هزار هزار. ايه الحاجات اللي هتعمليها للفنانين
وايه للموسيقيين للموسيقيين الفنانين في 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 اتجاه الموسيقى والغناء. لا ما اقصدش انا بحدد ليه لانه نفسي ما يبقاش في موسيقي ما بيعرفش يقرا ويكتب ما يبقاش في موسيقي ما هوش كارنيه. ما فيش حاجه اسمها منتسب. في حاجه انت بتعرف تعمل دوف تضرب دوف انت عضو عامل. بتلعب رق انت عضو عامل. بتلعب سجاط انت عضو عامل. كمانجا اي نوع من 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 الالات يعني بتلعب اي حاجه من الالات دي كلها كله يبقى متساوي كله لازم يبقى عضو عامل. اوكي ههتم جدا جدا بالرقاصه الاجنبيه ان يبقى معاها موسيقيين بتوعها مصريين. رخر انا سالوني قالوا لي الرقصات الاجانب قلت لهم بتشغل موسيقيين مصريين. في موسيقي يا ايهاب وانت عارف الكلام ده كويس قوي طبعا لو ما اشتغلش بالليل مش هيعرف فيه. مش هيلاقي الصبح بتاع لاولاده ما عندوش مهنه تانية تمام بيمتهن دي. فاتمنى انه يتعلم يقرا ويكتب اوكي لو في موسيقي او عازف ما بيعرفش ظروفه ما ساعدتهوش ان هو يتعلم يعملوا فصول محو اميه لكبار السن حتى مش عيب. العالم ده شيء فيه متعه. التعليم مش عيب في اي سن خالص خالص. طيب ومن ناحيه يعني انا برضو بتكلم فيها دايما الحكايه دي من ناحيه الصحه. لا ما هو انا كمان. باخد ما انا باخد الوقايه خير من العلاج اللي هو لما هيبقى متعلم مش هيلجأ بقى انه يشرب حشيش مش هيلجأ بقى انه حد من اصحاب السوق. يعني دايما نادرا لما بتلاقي حد متعلم بيلجأ لسلوك وحش. مش نادرا قوي في الايام دي. لا مش لا مقياس لا. هو التعليم هو او الجهل. وانت بقى ربنا مديك عقل واحسبها. ما يبقاش انا بيتي محتاج عيش وفول وجبنه وبتاع عشان العيال يعرفوا يتغدوا ويفطروا ومش عارفه ايه واروح اجيب لي علبه سجاير بالشيء الفلاني. اعقلها وتوكل. مظبوط. ما بقاش انا عندي غلبان واروح اخلف لي 15 عيل. ما ينفعش. زي اللي سموا ولاده عشان مش لاقي ياكلهم. طب وكمان ما حدش قال لك خلف كل ده. خلف كل دول. الصحه ده شيء مهم. وانا معلوماتي ان نقابه الموسيقيين بالذات في الحته دي تقريبا ما بتسيبش حد بمعاونتنا. يعني لو لا قدر الله في تكلفه هتبقى عاليه بيلجأوا للناس ال مظبوط المشاهير شويه. مزبوط. وانت عارف الكلام ده الحمد لله. وبنقدر اللي بنعمل بيه ما دول اهلنا برضه. اكيد اكيد. لو شربنا المشروب الاخضر ده بقى الحمد لله مش اصفر. لا لا الاصفر خلاص عدى وربنا ستر. شكله نعناع. تفاح. طيب احنا مش هنسمع اي حاجه من الكمبيوتر. انت باحساسك الداخلي لو عايزه تتكلمي عن اي حاجه خاصه بيكي عن اي حاجه تحبي تعبري عنها هنسمعك. عايزه اقول لكل ام شهيد واخت وزوجه ما تزعلوش ما تندموش لان هم كانوا بياخدوا حقي وحقها ومصر بخير وهتفضل بخير. ده اللي جوايا ده اللي وجعني. اوعي تزعلي على ابنك ولا جوزك ولا اخوكي مع ان انا عارفه انه الالم بيوجع قوي. مش عايزه انكد عليكم. كل سنه وانتم طيبين. انا مبسوطه ان انا معاكم ومع ايهاب توفيق لانه انا بحب ايهاب توفيق قوي. وانا كمان بحبك. وانا كمان بحبك. انا عارف. تيجي نغني بقى شويه. نغني بعد كده يا راجل ده احنا نكدنا على الناس. معلش. بتعدي في ثواني الأيام الحلوة الأيام الحلوة ما بت
ترجعش تاني. طعم الحب اتغير وقت الفرح صغير، اكبر لحظة ود وحب وصدق زمانها قصير. الحلو بيتمرر والجرح بيتكرر، نجرح نقلم نقسى ونظلم وغلطنا بيتكرر. اللي نحبه بنودعه واللي في ايدنا بنضيعه، اللي نحبه بنودعه واللي في ايدنا بنضيعه، واللي نسينا عايش فينا، اللي نسينا عايش فينا، واللي شارينا بنخدعه بنخدعه بنخدعه. على مشافي الله يا لولو. الله ده الناس هيعملوا اللي بيجي يقول لك صوتها وحش. لا والله ده قمر قمر. يا سلام. اللي جاي بعد كده هنغير الكلام بتاع نفس الأغنية دي، بس هنقول كلام تاني من السلبيات اللي احنا عايشين فيها في الأيام الجميلة دي. يا ربي على نفس اللحن. أوكي يلا يلا بينا. الأيام الحلوة، الأيام الحلوة ما كانتش عجباني. الأيام الحلوة، الأيام الحلوة مش هنعيشها تاني. البورصة بتتدهور وسعر جنيهنا صغير، أطول فترة المجلس شعبي وشورى زمانها قصير. في الانتخابات نتهور والأحزاب بتحور، حتى الجلسة كانت سرية ولقوها بتتصور. حتى الأمن بنضيعه نوقف دوري ونرجعه، حتى الأمن بنضيعه نوقف دوري ونرجعه. واللي بلينا عايش فينا، واللي بلينا عايش فينا، وهو ده حالنا لو تسمعوا، لو تسمعوا، لو تسمعوا. الله الله الله. احسنت. ده ايه الكلام الجامد ده؟ لا ايه رايك في الكلام؟ لا ده تسقيفه جامده اللي كاتب الكلام، اللي مش بتاع الاغنيه، اللي هو على اللحن بس. واحنا بنعتذر لإيهاب توفيق على تغيير اغنيته. لا مؤاخذه احنا بس. والله لسه كنت هقول لك يعني معلش. إيهاب صديقنا واخونا وهو عارف احنا في ازمه وهتعدي بسلام باذن واحد احد مشيئه الرحمن. يا رب. هي الفكره ان احنا نبقى كده ايد واحده وعلمنا اهو. تحيا مصر. يا سلام عالكلام لما يا سلام يتقال وبأصول، وضيوفنا يتكلموا بذمه، هتقول يعني هتقول. يا سلام كله عالمكشوف ومعانا نحاوره بذكاء، اهو ايه البوب بص وشوف، ده هيكشف الهواء. ضيفنا يشرب كاس ورا كام كاس، كده صراحة يحكي بالراحة يحكي بالأخلاق، براحته يشكي ولما يحكي بشجاعة وينفاق، براحته يتكلم ولا يسكت ويظبط الآخر.